الهدف بتاع الحرب المعلن ان هو يعني تصفيه حماس والجماعات والفصائل المسلحه اللي موجوده في القطاع. وده هدف انا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجوده لكل القاده على مختلف المستويات بدول مختلفه، ده هذا الامر بيتطلب سنوات طويله جدا. ويمكن ده ايضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على اهميه ان احنا نسعى من اجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده امر في منتهى الاهميه انا بسجله هنا، لان الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين. ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان، نصفهم تقريبا من الاطفال. ويجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمه.